السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة، ومرحبا بكم في هذا اليوم الصيفي الجميل في الصباح الباكر. اليوم في الصباح الباكر، فحبيت إن شاء الله اليوم نهضر لكم على واحد غذاء اللي هو غذاء طاقي وغذاء جميل جدا، اللي هو غذاء ديال فصل الصيف، وحنا الآن في استمرار ديال الوجبات ديال فصل الصيف. فالغذاء اللي غنهضر عليه اليوم هو هذا، هو هذا الباذنجان، أو لا اللي كنقولوا حنا المغاربة الدنجال. فهذا كذلك انتاج الأكاديمية، الوغ بالاحجام ديالو، الوغ هذا انتاج زريعه ما نقولش بيو، واخا لان بغيت نستعمل المصطلح الطبيعي، الوغ زريعه بلديه قديمه اللي زرعناها بيدنا هنايا. فلما كنهضروا على الـ على الـ على الباذنجان، هذا الباذنجان هذايا يعني بزاف الناس غيلاحظوا ان هذا اللون هذا البنفسجي هو لون قليل في الطبيعه، يعني كاين في البرقوق، كاين في الباذنجان، هاد الالوان هادي كيتسموا لي زونتوسيان. شنو هما لي زونتوسيان؟ هما اللي كيعطيو هاد اللون هذا البنفسجي، وهاد اللون البنفسجي وهاد لي زونتوسيان عندهم واحد الفوائد رائعه جدا على الجسم. وانا قلت حلقات ماضيه ما غاديش ندخلوا في لعبه الفوائد باش ما نطولوش الحلقه، ملي كيهمني انا هو الجانب العملي. فملي كنهضروا على الباذنجان فيه انواع كثيره بزاف، يعني انواع متعدده، مي الحمد لله حنا في المغرب عندنا موجود، وهذا الفصل ديالو. الناس اللي كيسولوا على الموسميه، فالباذنجان ولا الدنجال هذا هو الفصل ديالو. ف كنزرعوه يعني على شكل نقيلات، الوغ دي بلون اللي كيتزرع الوغ من تقريبا في شهر، يعني شهر 4، الوغ الاول شهر 4 كنمشيو حتى لشهر 5 الوغ كيتزرعوا وصافي. وكيبغي شويه ديال الماء، وممكن انه يتقطع في هذا الفصل هذا اللي هو فصل الصيف. فشنو ممكن نحضروا به؟ يعني تحضيرات كثيره بزاف، يعني انا نعطيكم جوج تحضيرات اللي انا شخصيا كنديرها. اول تحضيره هو التحضير هو زعلوك، يعني ما كنقولوا زعلوك ديال الدنجال. ثاني تحضير هو اننا كنشدوه كنقسموه على 4، حيدوا له هذا قسموه له على 4 وكننبخروه، ومن بعد كنديروا له الشرموله، هذيك الشرموله اللي كتكون في الحوت. والشرموله ممكن يعني عندكم الاختيار ديروا اي شرموله، اي نوع بالنسبه لنا حنا، يعني ما كاينش مشكل تماما في المساله ديال 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 الشرموله، عندكم الاختيار. قلت اما زعلوك على شكل زعلوك، او على شكل يعني نقطعوا على 4 ونبخروه ونديروا له الشرموله. الجميل ان الان دابا في فصل الصيف، يعني ممكن قبل الوجبه نقدموا اما سلطه بارده او سلطه سخونه. فالزعلوك، وغادي نشوفوا حتى التكتوكه، لان هذا هو الفصل ديال الماطيشه والفصل ديال الفلفله، ممكن نديروا التكتوكه المغربيه. فالشلاضه السخونه هي على شكل مثلا دابا الرجله، يعني اولا زعلوك، اولا زعلوك ديال القرعه الحمراء، اولا التكتوكه. والتكتوكه هي يعني التكتوكه هي اللي كنديروا الفلفل مع مطيشه، صافي. فنتمنى هذه الوجبه هذه تكون تريق لكم وتعجبكم وتحاولوا تستعملوها، وخاصه اليوم الباذنجان وهذا الوقت ديالو، الدنجل هذا الوقت ديالو. فنتمنى ان شاء الله تكون هذه الوجبه هذه من عندها مكان في المائده المغربيه، وخاصه في فصل الصيف مع هذا الغذاء الجميل اللي عنده فوائد عظيمه ما غاديش نحصرها كامله، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، مي عندها فوائد على الجسم كامل وبدون استثناء. فنتمنى ان شاء الله التكتوكه تعاود ترجع للمائده المغربيه. خليت لكم الراحه، كنت في اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم قديم يناديكم. السلام عليكم.